أميرة شكري، أستاذ مساعد علوم تكنولوجيا الأغذية مركز قوس صحراء وخبير فرايد. إحنا اشتغلنا على زراعة نباتين الكينوا والدخن كنوع من أنواع المحاصيل الجديدة المتحملة للظروف الإجهاد البيئية، ونقدر نواجه بيها التغيرات المناخية. الحمد لله نجحت الزراعة في جمهورية مصر العربية، وكان مهم بالنسبة لنا ان احنا نبدأ نطبق او نستخدم النباتات دي في النمط الغذائي المصري بتاعنا. فبدأنا ان احنا نعلم السيدات ازاي ان احنا نستخدم النباتات دي معنا، وبدأنا ان احنا نعمل منها منتجات. بدأنا الجزء المأكول بتاع الكينوا بيتمثل في الحبوب والورق بتاع النبات، والجزء المأكول في الدخن بيتمثل في الحبوب بتاعة نبات الدخن. حبوب نبات الدخن وحبوب الكينوا كلاهما ممكن نحن ناكله مباشرة زي الرز أو الفريك، ونحطهم مع السلطة، وممكن نطحنهم علشان يدونا دقيق بنقدر ان احنا نستخدمهم في المخبوزات بنسب استبدال مختلفة على حسب نوعية المنتج او منتج المخبوزات اللي احنا بنعمله. طيب بيتزا دي معمولة من ايه بالظبط؟ دي بيتزا الدخن معمولة بنسبة استبدال بدقيق الدخن علشان نطلع البيتزاية دي زي ما انت شايف. طيب طبعا دي كطعم انت اكيد دوقتيها وشفتي طعمها، يعني ده بعيد عن فوائدها في زراعة الخامة نفسها؟ لا طبعا، النبات نفسه قيمته الغذائية مرتفعة جدا. لو جينا قارنا الاحماض الامينية اللي هي بيتكون منها البروتين اللي طالع منه الحبوب بنلاقيه احسن من القمح، غني بالعناصر المعدنية والحاجات، يعني صحي وكمان صحي مرتبط بجانب ان هو بيتميز الكينوا بالدخن ان هم خاليين من الجلوتين او فري جلوتين، وطبعا دي بتبقى مناسبة للناس اللي عندهم حساسية القمح وانتاج منتجات خالية من القمح او خالية من الجلوتين. طب ده هيبقى احد الحلول المطروحة في يوم الحلول ان شاء الله، اخر يوم في الايام الموضوعية، وخصوصا ان احنا النهارده كان في قبول من الشعب المصري، لان احنا عملنا تدريب للمراه في عديد من المناطق الصحراويه اللي زرعنا عندها النباتات دي، طبعا تحت اشراف المركز التميز المصري للزراعات الملاحيه التابع لمركز قوس صحراء. دربناهم على ازاي ان هم يستخدموا البذور ويطحنوها ويستخدموها ويخزنوها. صحي بيها يعني مرضى ايه؟ مرضى ايه اللي يتناولوا النوع ده من العجين؟ يعني كلهم، حتى لو مش المرضى، لان هي النهارده مرتفعه في نسبه الالياف، مرتفعه في نسبه البروتين، فالنهارده ممكن كمان يبقى غذاء اساسي ادخله للاطفال، لان دي قيمه غذائيه مرتفعه. تمام، الناس اللي عندهم تعب في القولون بيقدروا ان هم ياكلوها لان هي غنيه بالالياف. الناس طبعا اللي هم عندهم حساسيه القمح نقدر ان احنا ندخلها في منتجات خاليه من الجلوتين خلاص، بس باشتراطات معينه، مش عاملينها 100% دخن ولا كينوا، عاملين نسبه استبدال للقمح بدقيق الدخن والكينوا، وده بس علشان احنا النهارده عندنا يعني مستهلك بطريقه كبيره، مش عايزين حد ان هو يرفض العينه او المنتج بتاعنا. طيب لان انا اصلا ممكن استبدل، يعني انا ممكن استبدل الاستبدال في حد ذاته بيرفع القيمه الغذائيه بتاعه المنتج حتى لو انا مش بنتج فري جلوتين. اوكي طيب، ايه المنتجات اللي قدرتي تطلعيها من العجينه دي؟ يعني هي تصلح لانتاج ايه؟ عيش؟ بصي، ممكن احنا عملنا منها الكحك والبسكوت القرقيش، الحاجات المصريه بتاعتنا، عملنا منها العيش الكايزر والعيش الفينو. ما تنفعش نعمل بيها العيش البلدي، لان العيش البلدي عايز جلوتين نتورك او الشبكه الجلوتينيه، ولكن بنعمل بعض انواع العيش، بس مش شرط ان هو يكون في قصر او مرتفع، لكن بيبقى برده صحي جدا وغني بالالياف. النهارده بدا يبقى في ناس عندهم وعي ان هم ياكلوا هاي نيوتريشنال فود،